قال العلماء إن وصفك إنسان بما ليس فيك أو بما هو فيك قل له قولا واحدا: إن كنت صادقا فيما تقول غفر الله لي، وإن كنت كاذبا فيما تقول غفر الله لك. بالله عليك تغلق باب الشيطان عليه. انت يا عمي انا انت شايفني انا بوجهين تراني هكذا والعياذ بالله. مثلا ان كنت صادق ادعو الله ان يتوب علي، وان كنت غير ذلك كنت كذاب وتفتري علي غفر الله لك. فلا تكن سبحان الله. قلت من قبل اذا بلغك عن اخيك شيئا من اشاعة من كلمة مش طيب كن انت الحانوتي الحالي للاشاعة. يعني ايه الحانوت الحالي؟ يعني انت كنت اللحاد بتاع القبر بتاع الكان، مش تروح تنقل. تخيل يقول عن الرجل الصالح اللي بيأذن في المسجد ولا اللي بيصلي بينا كذا يا اخي لا تنقل هذا. انت ادفن هذه قف. يعني سبحان الله العظيم لما قال رجل الحسن البصري فلان يغتابك، قال اما وجد الشيطان رسولا غيرك؟ هو الشيطان معايش سفراء عنده الا سيادتك ها الا معاليك ولا مسافلك؟ سبحان الله. ليه انت تنقلها؟ لا يعني خد انت موصل رديء للغيبة والنميم، موصل رديء للاشاعة. سبحان يا امسك عليك هذا يا الله، او مؤاخذون على ما نقول يا رسول الله؟ قال ثكلتك امك يا معاذ، هل يكب الناس على مناخرهم في النار او على وجوههم في النار الا حصائد السنتهم؟ ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد؟ سبحان الله.